هنحفظ. حفظ وتصحيح الأسماك من العمليات المهمة جدا ومتعلقة بالمصايد، والمصايد دي سواء كانت مارين ووتر أو فريش ووتر. المارين ووتر اللي هي البحار أو المحيطات، اللي هي المياه المالحة، والفريش ووتر اللي هي المزارع السمكية اللي هي المياه العذبة، ودائما بتكون بعيدة عن الأسواق والمصانع، فبالتالي بتكون هناك فرصة كبيرة لفساد الأسماك، خاصة لو كانت كميات الأسماك المصادة أكبر من الاستهلاك. فبالتالي بتصبح عملية الحفظ حفظ الأسماك مهمة جدا، لذلك للحفاظ عليها ولجعلها متوفرة طوال فترات السنة. كمان لحفظ الأسماك التجارية حالتها الطازجة أطول فترة ممكنة، ولإطالة الشيلف لايف ليها اللي هو العمر التخزيني، مع عدم فقدان النكهة والاحتفاظ بالنكهة المرغوبة لها، والمحافظة على لحم وقوام الأسماك وعلى ثبات القيمة الغذائية وعدم تحللها. مظاهر تزاوجة الأسماك، عادة بيتم الحكم على تزاوجة الأسماك من المظهر العام للسمك، بيشمل الرائحة والقوام والعيون والخياشيم والطبقة السطحية المغطاة للأسماك والقشور، وكمان لحم الأسماك التكشر من حيث العصرية والطراوة بالنسبة للقوام، ودي بتسمى بالخواص الحسية اللي هي أورجانو سنسر. هنا بيبين لنا الجدول ده، فبنقدر نحكم بين السمكة الفاسدة والسمكة الطازجة. السمكة الفاسدة بتكون العينين غائرة باهتة غير موجودة أحيانا، السمكة الطازجة بتكون العينين لامعة وبراقة. الخياشيم في الطازجة بتكون حمراء بلون الدم اللي هو الأحمر القاني، إنما في الفاسدة بتكون يا إما باهتة يا بني يا قريبة للون الأسود. وأحيانا بيحدث غش تجاري بيحط صبغات على الخياشيم بحيث إن هي تبقى حمراء لإيهام إن هي سمكة فاسدة وهي أصلا سمكة فاسدة. بيبان لما إحنا نمسك السمكة لو طلع لون في إيدنا دي تبقى صبغة. كمان عندنا اللي هي اختبار الابهام، لما بنحط صباعنا على جلد السمكه، اذا رجع بعد ما نشيل ايدنا اذا رجع الجلد لمكانه زي ما كان تبقى سمكه طازجه. لو علامه الابهام الاصبع فضلت موجوده على جلد السمكه دي معناها جلد سمكه فاسده. كمان الجدول ده بيوضح لنا اكتر. كمان الرائحه السليم بتكون بالنسبه للاسماك الطازجة رائحة الأعشاب البحرية السويتس أو رائحة اليود، الفاسدة بتبقى رائحة الرنسية التزن، خاصة في الأسماك الدهنية. بالنسبة للقشر في السليمة بيكون القشر صلب ومتماسك، وأيضا الجلد في الفاسدة القشر بيسهل إزالته باليد. بالنسبة برضو للسمك الكليب بيكون لونه فاتح وما فيش وفي لون فضي مكان التقطيع شكل الفيليه، انما في الفاسد بيكون زي كدمات او لون احمر غامق. اسباب فساد الاسماك، في اسباب كيميائيه، ميكروبيه، انزيميه. الاسباب الكيميائيه كيميكال اكشن بيتمثل في الاسماك الدهنيه زي الرنجه والماكريل نتيجه لتعرضها والسردين نتيجه لتعرضها للاكسجين الجوي مسببه الاكسده الرنسيه، وللتغلب عليها بيتم اضافه انتي اوكسيدان زي البوليفينولات وعدم تعرضها للهواء الجوي. الفساد الكيميائي الميكروبي بيتم عن طريق الحيه الدقيقة المحللة في البروتينات، مثلا البروتينات بتتواجد في الأسماك بنسبة من 70 ل 90% من جسم السمك، بيتحلل إلى أمينو أسيد أمونيا وكبريتيت الهيدروجين. وبالنسبة للكربوهيدرات بيتواجد بنسبة ضئيلة بنسبة 3 ل 5 في لحم الأسماك، بيتحول بواسطة الكائنات الحية الدقيقة المحللة للكربوهيدرات بتتحول إلى أسيد وكحول وكيس. بالنسبة للفات خاصة في الأسماك
الدهنية بيتحول إلى فاتي أسيد وجلسون. فاتي أسيد بيتحول مكون اللي هو فري راديكال المسؤول عن التزنخ خاصة في الأسماك الدهنية زي التونة والسردين. كمان بيدينا الفينولات المسؤولة عن رائحة التزنخ. وبالنسبة للأسماك الملونة زي البوري والمرجان بيحدث لها شبه لون الصدأ. نسيت الإنزيمي بعد موت السمكة أو السمكة مباشرة بتتواجد في أنسجة الأسماك إنزيمات بتعمل أوتوليسيس بتعمل على تحلل جسم السمكة تلقائيا. مثال ذلك بيتم تحطيم بروتين العضلات ومركب اي تي بي اللي هو مركب الطاقه وتلف الخياشيم بيحدث ذلك خلال من 6 ل 8 ساعات. بيحدث تحطم للبروتين زي ما قلنا مكون احماض امينيه ومركبات نيتروجينيه. المركبات النيتروجينيه دي عباره عن كربون دوكسيد فولاتايل بيزك كومباوند الامونيا والفري فاتي اسيد. الفري فاتي اسيد بيتحلل الى الاصول الحره اللي هو الفري راديكال مكون اللي هي الرانسيديتي ومركبات المسؤوله عن التطاير الفينولات والاندول. بكل الاسباب السابقه يظهر لنا اهميه عمليه الحفظ. اهميه عمليه الحفظ بتتلخص في الفوائد الاتيه، منها تحويل الطعام من الحالة الأولية اللي هي الحالة الرو الخام إلى صورة مقبولة ومستساغة وجاهزة للأكل. اتنين، المساعدة على حفظ الأغذية سريعة ومتوسطة الفساد من التلف. بتساعد على عدم تكدس الأسماك في الأسواق وجعلها متوفرة طوال فترات السنة وغير مرتبطة بموسم معين اللي هو موسم الصيد. بتعمل على تطوير او تحويل الاسماك الى منتجات جاهزه للاكل ريدي تو ايت، وبالتالي بيعمل على توفير وقت الطهي. بيساعد في الاستساغ تحسين الاستساغه والجوده الحسيه للمنتج من خلال عمليات القيمه المضافه اديشن فاليو زي اضافه نكهات مرغوبه زي اضافه الزعتر في التمليح، وبالتالي بيعمل على تثبيت المواد المضاده للتغذيه. بيساعد على التسهيل والتوزيع والتسويق. كمان بيعمل على توفير نقل الأطعمة الحساسة للفساد زي الأسماك لمسافات طويلة دون الفساد، وزي إن هو بيوفر عربيات الأسماك المبردة، عربيات نقل الأسماك المبردة. كمان بيجعل الغذاء آمن من خلال عمليات التحكم في الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. كمان التصنيع بيعمل على توفير أو خلق منتجات جديدة خاصة بفئة معينة من الناس زي مرضى الحساسية والسكر والأطفال، حيث إن هو بيدينا هيلثي فود، بيعمل لنا أغذية وظيفية خاصة بمرضى السكر والحساسية، أو بنخلق أجهزة أطعمة خاصة للأطفال اللي هي جاهزة للاستهلاك زي شيبسي السمك وبرجر الأسماك وفيش فينجر وفيش برجر. كل ده بنعملها في الأسماك اللي هي ذات صفات غير مرغوبة ولا يقبل عليها المستهلك في حالتها زي المبروك والكابوري المبروك والتونة، لأن المبروك بيبقى فيه صفة في اللحم، بينما الكابريتا فيها الكابريتا والتونة بيبقى فيها لحم أحمر وفيها آثار دماء في العضلات. كمان التصنيع الغذائي بيضمن لنا بيدينا اللي هو بيحقق الامان الغذائي والامن الغذائي. الامن الغذائي حيث انه بيدينا بروتين رخيص الثمن بالنسبه للحوم الحمراء، وبالتالي بيعمل على سد الفجوه الغذائيه، وبيحقق الامان الغذائي اللي هو فود سيفتي، حيث بيدينا غذاء خالي من الامراض ومن مسببات الامراض. بتوفر عمليات التصنيع والحفظ امكانيه التصدير، وبالتالي بتعمل على زيادة الدخل القومي. طرق الحفظ
عندنا التجميد، التجفيف، التعليب، سموكينج، التدخين، سولتينج، التمليح. أول حاجة التبريد، وهي تبريد الأسماك فور خروجها مباشرة من الماء بطبقات من الثلج على ظهر مركب الصيد، بحيث يكون عبارة عن ثلج مجروش، وبتوضع الأسماك في صناديق خشبية مثقبة من أسفل، وبتوضع الأسماك في طبقات مع الثلج المجروش، وبتكون الصناديق دي مثقبة من أسفل بحيث الماء على عدم تراكم الماء وعدم فساد الطبقات السفلية من الأسماك. وبالتالي الطريقة دي بتعتبر إن هي طريقة أولية وبسيطة، لكنها مهمة جدا، لأن كفاءة التبريد بتعتمد عليها كفاءة التجميد وكفاءة بقية العمليات الأخرى من التمليح والتدخين، لأن التأخير ساعة واحدة في التبريد بيؤدي إلى نقص من العمر التخزيني للأسماك يوم كامل. دي أهمية عملية التبريد، بالرغم من إن هي عملية أولية وقصيرة المدى، بس بتتعمل لحالة حفظ الأسماك لحين وصولها للأسواق أو المصانع، فبالتالي بتعتبر عمليات قصيرة المدى اللي هي شورت دايليشن. لذا بنلجأ لعمليات حفظ هي لونج تايم. مميزاتها، الطريقة دي ليها خطوات، منها الأولها التنظيف. التنظيف بيبقى كلينينج، عبارة عن استخدام بعد الصيد مباشرة غسل الأسماك تحت الماء الجاري من الحنفية لإزالة آثار الدماء والطين، وعلى عدم تراكم البكتيريا على السطح الخارجي، ويتم ذلك في ظروف صحية. بعد كده بنعمل عملية الكاتينج، اللي هي التشفية والتقطيع وإزالة الأحشاء والرأس والديل، والتقطيع في شكل شرائح إما طولية أو عرضية. بعد كده الحفظ والتخزين، بيتم باستخدام عمليات الحفظ لمدة طويلة باستخدام عمليات التجميد أو التمليح، العمليات اللي قلناها قبل كده. أولها عملية الفريزنج، التجميد. التجميد هو إزالة حرارة الأسماك، الحرارة من جسم الأسماك، وذلك بيعمل على تثبيت فعل الإنزيمات وتثبيت فعل البكتيريا المسببة للفساد. والتجميد بيتم في الجو الطبيعي في الأقاليم الباردة، وهذه الطريقة لا تتناسب مع الأجواء المصرية أو الأجواء العربية، وهي عبارة عن طريقة ممتازة جدا، إنه بعد صيد السمكة بفعل الرياح بيتم تجميدها، ولا يمر عليها وقت طويل، فبالتالي بتمتاز إن هي طريقة ممتازة جدا. وفي بقى الطرق العادية اللي هي تجميد في غرف التبريد على أرفف معدنية زي الشكل ده، ليها طرق، إما أنواعها التجميد في مخاليط زي الملح والثلج، بيوضع الأسماك في صناد مخلوط ملح والثلج في طبقات متبادلة، والأحجام الكبيرة بتتجمد عند سالب 8 والصغيرة عند سالب 1. طبعا هنا بنستخدم اللي هو زي ما قلنا الأسماك الصغيرة زي ما هي زي البستارية، والأسماك الكبيرة طبعا بنعملها زي ما قلنا عملية إزالة اللي هي الكاتنج، إزالة الرؤوس والأحشاء عشان والديل عشان ما تاخدش مكان في أرفف التجميد. طيب اشمعنى اختيار التلج؟ مميز اختيار التلج عن بقية المواد ليه؟ لأن التلج بيعمل على زيادة وقت حفظ الأسماك، كمان بيعمل على تقليل درجة حرارة الأسماك والاحتفاظ به باردا. المياه التي تشكلت من ذوبان الجليد بتعمل على تنظيف جسم الأسماك، بيعتبر الجليد مادة حافظة لأنه بيعتبر سهل، يعني سهل التناول، موجود في كل مكان ورخيص، ومادة فعالة للحفظ. كمان بيحفظ السمكة كما هي في حالتها الطازجة، وبيحافظ على القيمة الغذائية، وبيحتفظ لأن الرطوبة النسبية للجليد عليها، فبالتالي بيعتبر عامل حفظ جيد.
في انواع للتجميد، في تجميد سريع وفي تجميد بطيء. التجميد السريع بيكون بلورات سرجيه اداريه صغيره جدا لا تؤثر على الشكل الخارجي للسمكه، وبالتالي بيعمل على حفظ القيمات الغذائيه. فتره التجميد قصيره جدا ولا تاخذ وقت طويل، والسائل المنفصل التريب من عمليه التمليح في التجميد بتكون قليله جدا حوالي 1%، بينما التجميد البطيء بتكون حوالي 20% من وزن السمكه. فالتجميد البطيء بيكون بلورات ثلجيه كبيره، والسائل المنفصل بيكون كبير، فبالتالي بيؤثر على القيمه الغذائيه للاسماك، وبيؤثر على الخواص الفيزيائيه للاسماك، بيؤثر على مدى قبول المستهلك لهذه الاسماك. مميزات شرائح الاسماك المجمده، الشرائح بتبقى زي الاشكال دي، اما شرائح عرضيه اسطوانيه، توفر على المستهلك عمليات الغسيل والتنظيف، سهولة تجهيزها للاستهلاك الآدمي، الاستفادة من غرف التجميد لأن الرؤوس والعظام والذيل بتأخذ مكان أكبر زي ما قلنا في أرفف التجميد. التجفيف بعد إجراء، في نوعين من التجفيف، في تجفيف طبيعي وفي تجفيف صناعي. التجفيف الطبيعي بعد إجراء عملية التمليح يتم تعليق الأسماك من الديل على مناشر خاصة بحيث بتكون السمكة أعلى من سطح الأرض حوالي متر، وذلك للسماح بحركة مرور الهواء حول السمكة لسرعة تجميدها، وأيضا لحمايتها من الحرارات والقوارض. تترك المدة دي من 14 يوم على حسب الجو، ولكن الطريقة دي بيعيبها طبعا تدخل الظروف الجوية، فلو كان الشمس الجو ممطر في تراب طبعا هيعلق عملية وهتتأخر عملية التجفيف الطبيعي. طب كمان نسبة الظروف البيئية زي القوارض والحشرات والقطط، نسبة الفقد بسبب الحشرات والقوارض والقطط هتبقى كبيرة. بالتالي عملية التجفيف الصناعي بتكون أحسن عشان بنتلاشى عملية اللي هو نتغلب على الظروف البيئية والظروف الجوية، سواء كان الشمس سواء اللي هي الحشرات والقوارض. التجفيف الصناعي طبعا في زي ما عملنا في التجميد، في أسماك بنجمدها أو بنفففها زي ما هي اللي هي حجمها صغير زي السردين والأنشوة والبسارية، انما الاسماك اللي حجمها كبير بنعملها زي الشكل ده، شكل بترفعها شكل فراشه، بنشيل الراس وممكن بنخلي ايه ونفتح السمكه من عند الجزء البطني للسمكه من جهه البطن، بحيث ان الثلث الاخير من ونشيل السلسله الفقريه، الثلث الاخير بيبقى موجود مرتبط بالديل، ونفتحها بالشكل اللي موجود شكل ايه بترفع الفراشة. بعد كده بتتحط في أفران التجفيف وبمرر الهواء الساخن، وبتستغرق المدة من يومين لثلاث أيام، وبعد كده بتتحفظ في العبوات المناسبة ليها. سولتن التمليح وهو من أقدم طرق الحفظ المقدمة بهذه الطريقة قدماء المصريين، بيظهر ذلك من المعابد على النقوش الموجودة على جدران المعابد زي الصورة دي وزي الصورة دي كمان. دي طبعا صورة تمليح الأسماك في مقبرة الملك تي في الأسرة الخامسة، ده من كتاب تاريخ صيد البر والبحر، وكان ده بيعملوا التمليح ده عشان العيد، شم النسيم كان عيد قومي ومقدس في أيام القدماء المصريين، لأنهم كانوا بيعتبروا السمك المملح اللي هو الفسيخ، كانوا بيعتبروه رمز للحياه، البصل لطرد الارواح الشريره. نرجع تاني، زي ما قلنا التمليح هو عباره عن عمليه اوليه برضو قبل التدخين والتجفيف، وهو عباره عن استخدام كلوريد الصوديوم لحفظ انسجه لحم الاسماك من التلف. ولماذا كلوريد الصوديوم؟ لانه بيعمل على بلزمه الخليه الميكروبيه،
بيعتبر ايونيك كلور سام بالنسبه للاحياء الدقيقه، وبالتالي بيعمل على موت جدار الخليه الميكروبيه، بيعمل على امتصاص الرطوبه من الانسجه، بيقلل ذوبان الاكسجين في الماء، وبالتالي بتقل استفاده البكتيريا من الماء، وبيعمل على تثبيط الانزيمات المحلله للاسماك وتثبيط البكتيريا المسببه للفسيولوجيا. لكن عمليه التمليح بتتحكم فيها عده عوامل، اهمها ده شكل الفسيخ اللي قلنا عليه، اما الظروف الجويه زي درجه الحراره، كل ما زاد درجه الحراره كل ما زاد سرعه التمليح، حجم السمكه ودرجه تجهيزها زي ما قلنا برضو، اللي في اسماك بتتملح كما هي زي السردين والبسارية والانشوقه، انما في الاسماك دي بتتملح بسرعه، الاسماك الكبيره بتاخد وقت اطول، وبالتالي كلما كبر حجم السمكه كلما قلت نسبه امتصاص الملح للجزء اللحمي، وتكون عمليه التمليح بطيئه وبتحتاج وقت اطول، بينما الاسماك المجهزه الصغيره او المجهزه معموله بشكل فيليه بتتملح اسرع، لان المساحه المعرضه للملح بتكون اكبر، بالتالي بيتم تمليحها بسرعه. نقاوه ونوع الملح وكميه الملح، بيتم استخدام الملح الخشن، لان الاملاح الناعمه بتذوب بسرعه، ولذا يفضل استخدامها في المحاليل الملحيه، بينما الملح الناعم ايضا عند استخدامه مباشره على سطح الاسماك بيسبب ازاله سريعه للماء من على سطح الاسماك، وبالتالي بيصبح سطح جسم السمكه صلب، بيمنع اختراق الملح للجزء اللحمي، وبيسمى ذلك بالاختراق بالحرف اللي بينما الملح الخشن بيخترق اللحم ببطء، بيسحب اكبر كميه ممكنه موجوده في الماء في الاسماك، وذلك لمنع النمو الميكروبي ونشاط الانزيمات. انواع التمليح في اللي هو دراي سولتنج ويت سولتنج ميك سولت. دراي سولتنج عباره عن فرق الاسماك لو التمليح الجاف الملح ووضعها في تبادله مع الملح في احواض زجاجيه بنسبه 1:3 أو 1:8 لملح. في الاسماك الدهنيه بتزيد نسبه الملح لانها بتتعرض للفساد اسرع. وبعد من 10 ل 24 ساعه الاسماك الصغيره بتفقد حوالي ثلث وزنها، اما الكبيره بتفقد حوالي وزنها. وزي ما قلنا بتختلف نسبه حسب نوع السمكه. الدهنيه بتاخد ملح اكتر. بعد كده يتم إزالة الأسماك من الأحواض وغسلها بمحلول ملحي والتجفيف الشمسي من 2 ل 3 أيام أو في أفران التجفيف لمدة عدة ساعات. ده بالنسبة للتمليح الجاف. بالنسبة للتمليح الرطب اللي هو اللي بيطلع الفسيخ، خاصة إيه زي ما ده بيستعمله في الدول الشرقية العربية، هو عبارة عن تمليح الأسماك بمحلول ملحي معد سابقا، وهي اسرع من الطريقه الاولى اللي هي التمليح الجاف، بتدي منتج اكثر طراوه زي ما احنا شايفينه. الاسماك الدهنيه خصوصا سمك بوري زي السمك السلمون والسردين بيستخدم الطريقه دي لما قلنا في الدول العربيه الشرقيه، بيتم استهلاكه مباشره دون الحاجه للتجفيف. في التمليح المختلط هو خلط بين النوعين السابقين، الطريقه اللي هي الجاف والمختلطه، عباره عن وضع الاسماك في محلول كميه من محلول الملح المركز، محلول ملح مركز 20% مشبع في اناء التمليح، وتوضع الاسماك في طبقات مبادله مع الملح، وتكتسب الطريقه دي مع الاسماك الدهنيه والكبيره. سموكينج بالنسبه للتدخين وبرضه احد الطرق التقليدية القديمة، ودي بقى منتشرة في كل البلدان سواء عربية أو أجنبية. والطريقة دي عبارة عن حفظ السمك بتأثير الدخان، وهو عبارة عن تعريض الأسماك للدخان الناتج من عملية الاحتراق الغير كامل للأخشاب. أرجع أهمية عملية التدخين لإعطاء السمك لون مميز ومرغوب لدى المستهلك،
تنوع المنتجات الموجودة في الأسواق بيعمل على تقليل أكسدة الأسماك الدهنية. طب التأثير الحافظ للدخان، يعني إزاي بتشتغل العملية دي؟ التأثير الحافظ للدخان بيحتوي على أكثر من مركب حافظ، منها الفينولات بيعتبر أنتي أوكسيدان، بيعمل مسؤول عن الطعم الحلو للمنتج. الأحماض العضوية بمسؤولة عن الأنتي ميكروبيال، وبتدي قشرة صلبة على المنتج المدخن، وبتعمل على الحماية من الميكروبيال. وبالتالي فإن للدخان تأثيرات مرغوبة في تدخين الأسماك، من المحافظة على الصفات الحسية للأسماك من حيث اللون، تدينا اللون الذهبي زي ما احنا شايفين، بتدينا الطعم المدخن، بالإضافة لأن هي بتعتبر أنتي أوكسيدانت وأنتي ميكروبيال، بتحافظ على الأسماك من الفساد. طرق التدخين في أنواع اللي هي هوت سموك وليكويد سموك. بالنسبة لكل اللي هو كولد سموك وهوت سموك، طريقة التدخين البارد أو التدخين الساخن، الاثنين بيتموا في بيوت التدخين زي الصورة دي. بيت التدخين زي ما احنا شايفين كده، فرن ليه متانة كبيرة ومنتج قريب من الدخان، شكله بيبقى غير منتج البعيد عن الدخان، يعني بيدي منتجين، هنا فليه وهنا السمكة شكلها التاني. نوع، لازم بنختار نوع الخشب الأول. بنختار الخشب من الأشجار الطبيعية متساقطة الأوراق في صورة عروق صغيرة أو نشارة الخشب، وبفضل الأنواع الصلبة زي خشب الزان والموالح، لأنها بتدي دخان عالي الجودة، لأنها بتسمح بالنفاذية أقل الأكسجين، وبالتالي بتكون عملية الأكسدة كاملة. بينما الأخشاب الطرية أو اللينة زي الصنوبر والكافور بتسمح بمرور نفاذية كاملة للأكسجين، مما يؤدي لحدوث الأكسدة، وبالتالي بيعطي منتج أقل في الجودة، وبيسبب الهباب أو القطران والمواد الروتينجية المسببة للطعم المر، وبيدي روائح غير مرغوبة. كمان يجب أن يكون المحتوى الرطوبي للأخشاب لا يزيد عن 20% للحصول على دخان عالي الجودة. لذلك إذا كان الخشب رطب بيتم تجفيفه، ولو كان جاف بيتم ترطيبه. بالنسبة للهوت سموك، ده الشرح اللي قلناه، برضو شكل فرن التجفيف، فرن التدخين زي ما قلنا، ودي شكل المنتج اللي هو بيدينا الرنجة. بالنسبة للهوت سموك بتبقى في أفران، الاتنين بيتموا في أفران التدخين. بالنسبة بفرق في درجة الحرارة، الهوت بتبقى درجة الحرارة من 40 ل 130، وبتتغير على مدى الوقت، وبتاخد من ساعة لثلاث ساعات. إنما الكول من 28 ل 38 درجة مئوية لمدة 5 أيام. وكمان الوقت بيتم على حسب نوع وحجم الأسماك. في الهوت سموك بتكون التمليح خفيف، فعيب الطريقة دي بيتبع بعد التدخين بيتبعه تجميد أو تبريد لقتل الميكروبات. بالنسبة للكولد سموك ثقيل في محاليل ملحية مركزة، بالتالي تستهلك كما هي. فبيكون الكولد سموك بيدينا منتج محتفظ بجميع خواصه الحسية أفضل من الهوت سموك، لأن درجة الحرارة العالية بتعمل على دنترة البروتينات نتيجة لدرجة الحرارة العالية. حديثا في تدخين بالليكويد سموك اللي هي سوائل التدخين، هو عبارة عن مكونات الدخان المرغوبة المذابة في زيت أو ماء أو مستخلصات أو مستخلصة بالمذيبات العضوية. مميزات الطريقة دي إيه؟ تجانس النكهة الدخانية في جميع منتج المدخن، بحيث فهو أفضل عن الطريقة التقليدية، لأن في التدخين التقليدي بيعطي نكهة قوية على السطح وضعيفة في وسط المنتج. اختصار للوقت، سهولة الاستخدام وقلة التكاليف، تقليل تلويث البيئة أو عدم تلويث البيئة، وذلك لعدم انبعاث الدخان. ممكن استعمالها على النطاق التجاري أو المنزلي، وبالتالي فهي طريقة سهلة وآمنة وبسيطة، وتعدد طرق استعمالها يا إما بالرش أو الحقن أو النقط أو الخلط المباشر مع الغذاء.
دي برضو صوره. كانت تعليق زي ما احنا شايفين، ممكن التعليق بيتم اهو، التعليق بيسبقه برضو تمليح او تدخين، زي العلبة هنا دي مدخنة هنا مملحة بس ومطبوخة على البخار. طب التعليق هو ايه؟ هو تسخين المنتجات السمكية لدرجة حرارة عالية لقتل جميع الميكروبات التي تسبب فساد للأسماك. بيعتبر التعليق من أبطل وسائل الحفظ، لأنه من طرق الحفظ المستدامة إن فترة الحفظ والصلاحية من سنة لثلاث سنوات. ويفضل زي ما قلنا بتجرى عملية تمليح قبل التعليق، وذلك لزيادة التخلص من آثار الدماء الموجودة بين العضلات. كده بيتم التعليق في علب الصفيص زي ما احنا شايفينها. خطوات التعليق بتبقى استلام حمولة الأسماك اللي جاية من مركب الصيد سواء كانت مجمدة أو صازجة. بيتم التسليح، التسليح في الحالتين، فرز والتدريج، إزالة الرؤوس والأحشاء، التقطيع. بعد كده بنعمل الطبخ. الكوكينج عبارة عن السلق بالبخار أو التحمير في الزيت. أحيانا قبل التحمير بيتم التجفيف لمدة ساعتين على درجة 40 درجة مئوية، وذلك للحفاظ على الجلد في حالة إذا أردنا التعبئة بالجلد زي الصورة دي. لأن لو ما عملناش عملية التحمير بيحصل إزالة للجلد من على السمك. عملية التمليح قبل السلق بالبخار، وذلك لزيادة القوام وللتخلص من الدماء الموجودة بين العضلات الأسماك. بعد كده التعبئة في علب الصفيح، وبنضيف يا إما زيت نباتي أو محلول ملحي أو صلصة الطعام، ودي بتبقى اختياري. التسخين الابتدائي في الهواء، كفر الزوج، معاملة حرارية، التبريد والتعليق، العلب والتخزين والتصوير. بالنسبة للتصنيع، عندنا هنا تصنيع الأسماك. هناخد مثلا البسطرمة. عملنا من الأسماك بسطرمة عبارة عن ثلاث أنواع من الأسماك، مبروك وبلاميطة والكبريت. مش معنى الثلاث أنواع دول مثلا بنجيب الأسماك الغير مستغلة اقتصادية. المبروك الناس مش بتقبل عليه عشان نسبة السفل الشوك موجود في اللحم، وبلاميطة والكبريت بيبقى اللحم لونه أحمر والدم اثار الدماء موجوده بين العضلات. وطبعا الثلاث اسماك دول بيطلعوا باحجام كبيره، فكل ما كان الاحجام كبيره في التصنيع كان افضل في التصنيع، لان بتكون نسبه الهالك قليله. بيتم التجهيز باعاده الغسيل بماء جاري، وطبعا زي ما قلنا قطع الراس والديل وازاله الاحشاء. والتجهيز في شكل ايه؟ لان هي اسماك كبيره في الشكل ده، شكل اسطواني. بنعمل تمليح جاف لمده 6 ساعات، استخدام 20 جرام ملح لكل 100 جرام في السمك، الغسيل إزالة الملح الزائد، تجفيف في حرارة الغرفة، والتغطية الكوتينج اللي هي مخلطة البسطرمة مع عبارة عن دقيق، الحلبة، ملح وبهارات عبارة عن فلفل أحمر، ثوم. تجفيف على درجة حرارة الغرفة 25 درجة مئوية لمدة من 5 لـ7 أيام، والتعبئة في أكياس بوليتيلين، والتخزين على درجة حرارة 18 مئوية لحين استعمالها. الشيبسي الاسماك برضو ده يعني ايه؟ للتغلق نفس الثلاث اسماك اللي فاتت اللي هي المبروك والكبريتة والبلانيطة، التغلب عشان نعملها منتجات اخرى المستهلك يرغب عليها، وكمان منتجات محببة للاطفال زي شيبسي السمك. بنعمل برضو اعادة الغسيل والتجهيز، وهنا هنعمل فرم كامل. بعد كده التعبئه في بولي اكياس بولي اثنين على درجه 4 مئويه لحين التصنيع. بنعمل خليط لحم الاسماك المفروم مع خليط مهروس البطاطس واحد جلوجات الصوديوم ساكروز. بعد كده مخلوط البهارات عباره عن فلفل احمر، فلفل اسود، ثوم بودر، بصل بودر، وماء لعمل العجينه. بعد فرم الاسماك بنشكل العجين، بنقلع العجينتين على بعض، بنعمل طبخ بالبخار تبريد
بنقطعها في شكل شرائح، بعد كده التحمير على درجة حرارة 170 مئوية في القلاية لمدة 4 دقايق، بيطلع لنا الشكل اللي احنا شايفينه. بالنسبة لأصابع السمك اللي هي الفيش فينج، المكونات بتاعتها بتبقى اللحم الأسماك برضو المفروم، وبعد كده زي ما عرفنا إن هي بتبقى عجينة لحم السمك لوحدها. المكونات التانية اللي هي بتبقى ملح، بصل، ثوم، جنزبيل، فلفل أخضر، فلفل أسود، بودر فلفل أسود، كمون، كزبرة خضراء، دقيق، وفتات الخبز اللي هو البقسماط والزيت للقلي. الطريقة بقى دي صورة بتوضح الكلام ده. بيتم غسيل الأسماك والقشور والديل، التقطيع في الشكل فيليه وإزالة الأحشاء، التشكيل في شكل أصابع فينجر. بنغسل الأصابع مع خليط قليل من الملح وبنسيبه لغاية ما نعمل العجينة التانية. العجينة التانية مكونات زي ما قلنا بصل، زنجبيل، ثوم، ومعجون الفلفل الأخضر باستخدام دي الكبة. العجينة المكونة من البصل والثوم والفلفل معجون الفلفل الأخضر بنعمل لها قلي حاجة بسيطة لغاية ما اللون وريحة مميزة تطلع. بعد كده إضافة جرام واحد من الملح لعمل عجينة سميكة من الأسماك، وخلط العجينتين مع بعض. بعد كده بنقلب أصابع الأسماك اللي هي فيش فينجر، بنقلبها في فتات الخبز اللي هو البقسماط، بتخزن في الديب فريزر على درجة 20 مئوية، وممكن تتحفظ لمدة 3 شهور في الديب فريزر أو الفريزر العادي. وقبل الأكل بيتم التحمير في زيت غزير حتى يصبح لونها ذهبي. دي بعض المنتجات الموجودة في الأسواق زي الفيش فينجر وبرجر الأسماك في الأسماك. بعد كده عندنا فيديو عندنا فيديو عن صناعة السردين. الفيديو ده